المحطة تعمل بشكل جيد وهذا حسب الرسول، لكن صار هذا الأمر. لكن هسه ايش نريد؟ نريد الإعمار لها حتى تحتوي المنطقة وترجع السكه كما كانت، والامور الاعتياديه اللي ما داير ما يدور المحطه تكون منطقيه وشغلتها الامور تمشي اعتياديه لا اكثر ولا اقل. اكثر كانت تخدم المدينه؟ شلون ما تخدم المدينه؟ هي كانت العصب الاساس للمدينه، للسفريات مالتها، لنقل الشحن، لنقل هاي نقل بضائع، نقل مسافرين، نقل من كله. كانت هي المحطه عصب الحياة للموصل. أطالب والله أن يكون يقدمون هيئة الإعمار أنه تعمر لنا المحطة والأمور الأخرى اللي غير المحطة. كان حتى البطاقة التموينية، المواد الغذائية كلها تنقل بالقطار ومسافرين. يعني هسه مثل هنا النفرات ب 25 بالقطار انسب شيء وارخص شيء واسرع. ونحن نطالب بعمارها على اساس يجون يهدوها حتى محجه. كانت تخدم الحركه الاقتصاديه؟ تخدم الحركه 100%. المواد الغذائيه، البطاقه التموينيه كلها تجي بالقطار. مسافرين البغداد، يعني شان قطارين عندنا، قطار يمشي بالتسعه وقطار يمشي بالعشره، واثنيناتهم يخبطون. زين حاليا ايش تطالبون؟ والله نطالب بالاعمار، نطالب يعني الخطوط. اسعدنا الخط من هنا يمكن لي شرقاط، يعني كله العوارض ماله مال السكه كله مسروق. يعملونها وشالونها يدزون على كل التحقيقات وسخها قذاله، شغلات كثيره هني. معناتها حيل حيل تعبانه. حيل تعبانه. زين قبل شلون كان وضعها؟ وضعها كان جيد جدا والله، زينه قبل داعش. وتروح تجي والسيارات تروح تجي، كراج مفتوح عادية. هسه حاليا كله تعبان، حتى الأسواق المركزية تعبانة. كما تعلمون ويعلم جميع أهل محافظة نينوى أن محطة قطار الموصل قد تعرضت إلى أضرار جسيمة من ناحية الأعمال المدنية، من ناحية خطوط السكة وجميع مرافق الدائرة والمحطات التابعة لهذه المنطقة. قمنا بتهيئة موقع بديل بالنسبة للدائرة، وتم إشغاله من قبلنا وقبل المنتسبين. تم العمل على إعادة المنطقة والمحطة خطوة بخطوة. العمل جاري على إعادة هذه المحطة كما ترون المهدمة. هذه المحطة تشمل قاعات المسافرين والدوائر والفندق المحطة. الموضوع مطروح جزء للاستثمار وجزء لإعادة التأهيل من قبل المحافظة ومن قبل المنظمات ومن قبل الشركة العامة للسكك ووزارة النقل. هذا العمل مستمرين به، وكذلك عندنا أضرار بالنسبة لخطوط السكة، عندنا نقوصات ومفاقيد بالنسبة للخط. العمل جاري مستمر على إعادة هذه الخطوط. نعمل ضمن إمكانياتنا على تأهيل المحطات والخطوط ما بين المحطات اللي تابعة ضمن قطاع المنطقة الشمالية. الجزء القائم من قبل الشركة تم إعداد وتهيئة الخطوط السكة من بغداد، وهسه الخط وصل سلامة الخط وإيصال القطارات إلى منطقة بيجي. وبعد إكمال منطقة بيجي سيستمر العمل والجهد الهندسي من قبل الشركة والقبل الجهد اللي تابع المنطقة الشمالية ومنطقة بيجي على إعادة تأهيل الخطوط وفتح الخط إلى الموصل، ومن ثم الانطلاق إلى محطة ربيعة اللي هي المحطة اللي تعتبر منطقة أو محطة حدودية تربط بسوريا. وبذلك راح ينفتح الخط عندنا إن شاء الله، الخط الدولي اللي عن طريق سوريا وإلى تركيا. وكذلك راح إن شاء الله الخطة مستمرة لإعادة تأهيل هذه المحطة وتأهيل باقي الدوائر، وتم ترفع الكشوفات والتصاميم اللازمه. وهسه احنا حاليا هيئنا بعض المواقع تحت ديدس تحت الاعمار، وان شاء الله في الفتره القريب ان شاء الله تحصل عندنا تطورات، لانه السيد الوزير وزير النقل حاليا الرجال توجه جدي، وبالاضافه الى دوله رئيس الوزراء أدى اهتمامه وتوجيهات بإعادة خط السكة وفتح الخطوط ما بين بغداد إلى ربيعة. وإن شاء الله العمل إن شاء الله راح نلتمس بوادره بالأيام المقبلة. تأجيل الأضرار نسبة الأضرار الموجودة عندنا تقريبا معظم المواقع
تقريبا لكم واقع 100%، وبالنسبة للورش اللي عندنا والمعامل والأثاث والممتلكات تقريبا نقدر نعتبرها نسبة الأراء عندنا أكو مواقع تصل لها 100%، وأكو محطات شوية بها أضرار ممكن أنه يعاد التأهيلة. بعملكم أكو معوقات؟ المعوقات إحنا أهم فقرة عندنا أنه إذا تتوفر عندنا التخصيصات المالية ممكن خطوات العمل تكون أسرع مما هي عليه، وإن شاء الله أكو خطط موجودة عن طريق المحافظة ولا عن طريق شركة العمل الاستكاك وعن طريق وزارة النقل، وأكو مستثمرين يراجعونا إن شاء الله عندهم نية لإعادة هذه المنطقة في حالة الاستثمار مالي.